طبيب دودان لاعب فريق الوداد الرياضي. مصطفى اهلا بك، يعني من دكه الاحتياط شاهدتي الشوط الاول مره اخرى، فريق الوداد ما كيستطاعش انه يبقى يعني متفوق بالهدف، شنو السر مصطفى؟ كاين حتى شي سر، هذه اصلا كره القدم، فتلقينا هدف على مجرى اللاعب، فالحمد لله اللاعبين قاموا باللي عليهم. كنعتقد بانه دائما في عالم كره القدم تيكون الشوط الاول اللاعبين والشوط الثاني المدربين، فكنعتقد بانه الشوط الثاني اللاعبين غادي يقولوا الكلمه ديالهم لانهم حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم. واش كتشوف بان الوداد يقدر يرجع في هذه المباراه ويكسر ذاك، يعني هذه المره موسم ثاني على التوالي الوداد كيتعادل مع المغرب التطواني في مركب محمد الخامس؟ اتمنى من الله الى تضافرت الجهود من جميع اللاعبين وانهم يضغطوا على الخصم في مربع العمليات او يضغطوا عليهم في المنطقه ديالهم، فكنعتقد بانه غادي يخرجوا فائزين بالمقابله. وكنعتقد بان الظروف كلها مواتيه الان، يعني جمهور كبير كيشجع الفريق، لاعبين حاسين بالمسؤوليه، لاعبين محترفين، فغادي يرجعوا ان شاء الله في النتيجه ونحققوا فوز اللي غادي يعطينا واحد الحافز معنوي باش نبقاو غاديين في المقدمه. مصطفى بيدودان لاعب فريق الوداد الرياضي، شكرا لك، امل ان في عوده مع زميلي هشام فراج ببلاطو الرياضيه.